هاوتن لبل أمريكا لم يجبو فيديوهي شي صدام حسيني دكتاتوري بيشوي عراق سرنزي زور كسيرات الشابو لباري ما مصطي ساقطة وقصي دكا قصا كشي راستا لو زي صدام حسين راست دكا قصا كييز كما انتدانيه كالراستا همو اواني كلا بواري بالوردش ايج دكا تزان قصا كي راستا بس بيجوي فيديوهي صدام حسيني بيني نوستم اوتان بيبشاندم زورج بوش يكور او باوكا او كورا اوش بيل كلينتون اوش اوباما اوش جيمي كارتر او رئيساني بيشوي امريكا انا طبعا بس او بابوني او ايكا جورج بوش كبيش اوباما يبو هل رئيسك لامريكا ك ولايتك طاضب يعني او كاتك لرئاسة طاضب سلوكاتك فعشان مكتبتش دكاتو عادة لولايتك خوي او زي جورج بوشي مكتبية ومتحفشة يعني موزخانة ومكتبية لشاري دالاسا بخون تويما يقلوش تاني كداينة او دمانتي كلا كصدام ينقد لكوناكي او دمانتي بيبو بس بيجوا او شاري دالاسا طبعا بشكل شاري دالاس لساري عاصمي انجلتي او مكتبك او موزخانة كيتي زوزو خوشا نسوي ملاقر دكتورش برادر مليرة بولا امريكا تسوين او دمان تاكي صدام يكا لو كوني هاتا داري لوي قلتين خوي شارد بوا former president George W. Bush has long prized the gun seized when Saddam Hussein was captured, hiding in a hole in the ground in Iraq in 2003. او دمان تاكي صدام يكا كبكي بو لو كاتيكا لكوناكي هاتا داري قلتين اوش كدتيانا ومتحفكي اشتاكان او هادا ان او دمان تاكي ليرا عندك شتيتكي صداميش لبدا ان لو كاتيكا صدام دا وكراو بو المهم تاريخي او لستي او كسانيكا امريكا بيويز بيان قريتنو او انا اوش رسمكي او بيكالكي صدامي كروخان ديان رسميان قلتا لتزاري ديبلا ينكتو مشتاكاني او ايتدا بس اليرا فيديو اكيد ما شاهدك يعني صدام حسين ك اليرا طبعا صدام حسين كابراش ديكتاتور وتندها ظلمي كرديو تندها كسي بنا حق خشتيو طبعا دو اي اعدام كرانا زمانجو سكو زيلي استاو زمزور اغاتا لو شتانا نيا لو كاتي انجو لدايك بوينا دو صالي اخيري صدامي بوا ولا كردستان شهر نبوه لو كانت ينقول لدى ايقوين يعني زور بتاعت سكاكولي دو عزلا يعني لدو هزارة كان باش دو هزارة كان لدى ايقوين المهم اقصي لرى دكاتن راستا هر ما مستعيك تنها او اينا او كتابكي او ينسرع لنا او محاضركي او يدو باركات او ما مستعيك فاشلة اگر راز دكا داري اگر اگر وابي تنهر كتابكي دبين او ما مستعيك لو تبخو من دزاين بخين راز دكا ما مستعير أستقينا أو إيه بيش تكتب بجيند للو أو هام نسيا لكتب ولا تكتب بجيند موضوع كتسيا بقصي روجانة خومن بعشاري تكتب بجيند موضوع كتسيا أو زو شخين توش تشي غريب نية لكنت ويانا بس هر بيها ما قصينا أو كتب دو بارك وشي ببغاي وبيان لبركي وما مستعير شي فاشل يزقو ما انت داني كل مدرس يكرر فقط الموجود بالكتاب هو مدرس فاشل الطلاب عندهم ضعف بالنحو إعادة المنهج بالنحو يعني عام سيدي هذا الضعف بالنحو عام عند الطلاب ليش؟ فأنا مستغل تعرف نفسك أنت كمدرس عربي هذا الكتاب إذا تحكي مثله أي أستاذ يحكي مثل هذا الكتاب هو مقاش أستاذ أقول شغلة الأستاذ مو أن يكرر ما موجود بالكتاب لأنه إذا كرر اللي موجود بالكتاب أنا أخذ الكتاب نطبقه ونروح نقرأ فيه إحنا. في شتاء عام 1989 لم يكن يعلم هذا المعلم الذي كان يعطي طلابه محاضرة في النحو مثل أي يوم عادي بأن الرئيس صدام حسين سوف يطرق باب القاعة ويظهر أمامه بشكل فجائي دون سابق بلاغ
لم يعجب صدام حسين أسلوب المعلم في الشرح، حيث أنه كان يقرأ النصوص في الكتاب كما هي دون تبسيطها لطلابه كما يقتضيه واجبه. وما أزعج صدام حسين بأن عباقرة علم النحو هم من الأكراد كما قال، رغم أنهم غير عرب. وما زاد من غضب صدام حسين هو عدم معرفة سبب ضعف الطلاب في علم النحو رغم أنهم عرب. ودولتنا أقدم الدول بالعالم، أقدم دولة بالعالم هي الدولة العراقية صاحبة الحضارة. هاي ما حد ينافسنا بيها، كل شيء جو الشمس وفوق الأرض احنا أقدم منها. زين، ضعف بالنحو ترى وين موجود؟ عند العرب. ولا شعبنا الكردي أقوى الناس بالنحو موجودين عندهم. في وادار وما مستسقط فقط أنا بخوان دارس نوا تعرف يا شمس جواز لو بسيارة سقط أنا بينن كلبو طلبي إنه ماشي طلبي فيه مشغول لكنو ورام في هذا بزين كقد لبك درجة هناتو والله استا أوروكا فاضية شيء 2022 تندها طلبة بسيارة سقط كاني وما مستعان ناردي لبو كلروي علمية وسقطة لروي ولا ميتي دانية كده بيني دو ولا مراستا اگه ایلی نیتی کردید، تو پرسیاری سقطی دانه یا معلوماتی با کلوری شیواندی علمشی طلبه ای یک دنیا چیشه ایلی با طلبه ای دروز دکن. یعنی هر شرحیج ناکن بس سقطی هر اوی ناو کتابی تیبین یک قورو به معنی کانتن با طلبه ایلی بردکن. هر هیز نویز نی پرسیار کانتن و چی با کلوری بی. هر ای با کلوری بی نوکا کت سپیوز دکا پرسیاری لخوت و دانه به نظام. 1400 پرسیاری بکالوریه لبردست ما لهر درسه چی تقریبا بیز گل عربی لو ناتی لوانه بینیا لو تتی پرسیار بمیش میش که سقطه که خود دادن او زدوهش و چی لیه انده پرسی داره او مندیمه زور مندیمه و چی ما مستا سالمی زور مندیمه لو پرسیارم دانه والا میتی دانی غلط راسته مندیمه هیلاکم و که او دکتور اک بری بری لو نخوش از سقط کد والله مندیمه هیلاکم لو خستخان لبو خستخان الشوينات موتا سعاد دوي شوي لعيادي ملت بشينا چه قدتي اوها خود ماندك وإسراحتي مدى خود لدين إسلام وإن لبدنك عليك حقا لدين إسلام زسمت حقي هيلة سرد مالو من دالت حقي هيلة سرد بسي لولا يك دنيا طلبو نخوش من ليس قد كي دواج بيبري والله ماندي ما هلاكم قصي قرب معنا ملت بشينا كاتا كانت ديار بيتن سن ساعته چکم درسی بله و یعنی سن ساعته چکم نخوشی بینه بس بدوانی علاج یعنی کم ملی خالچی مش چنین ملی خود بش چنین